أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري، وحلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. خلاها سمك النهاردة، سمكة الدنيس سمكة عزيزة، لحمها بيبقى لونه أبيض ولطيف وجميل، ولكن إحنا كمصريين محددين إقامتها، يا تتعمل زيت وليمون يا مقلي. فتعالوا نعملها النهارده مع بعض بالزبده والليمون مع صينيه بطاطس لطيفه وجميله. ونصيحه مني، هناكل البطاطس ونسيب الدنيس للضيوف. معانا المفاجاه بقى النهارده، المانجا الشتوي بيبقى طعمها ومذاقها خاص جدا على فكره من خير ارضنا. عايز اعملها النهارده بطريقه جديده، كيكه المانجا الحاره، هتبقى حادق مش حلو على فكره. كيكه المانجا الحاره حاجه كده لطيفه وجميله، وهتبقى طبعا لاول مره بنعملها، ولكن بجد هتعجب حضراتكم. وبمناسبه راس السنه والاحتفاليه طبعا، ودايما احنا بنعمل حاجات في بيوتنا لطيفه وجميله. تعتبر الكيكه دي كمان تقدر تعمليها لاولادك، تبقى حاجه حلوه في البيت مش هتلاقيها في محل حلويات. انا مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل النهارده ومعلومه غير معلومه وحاجات جديده بنعملها لاول مره. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، او تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع مقادير بسيطة وسهلة في متناول الجميع وهنلاقيها في كل بيت. ولكن الفكر الطهوي والإبداع الطهوي ده موجود عندنا على شاشة القناة الأولى. يعني إيه كيكة بالمانجا الحارة؟ هل المانجا في منها حار وفي منها مش حار؟ الكلام ده هنشوف في التفاصيل مع بعض. معانا مانجا ملحمه، يعني المانجا ما فيهاش غير النوايا من جوه. وبصراحه دايما يقولوا لنا بتوع الخضار او بتوع الفواكه دي مانجة عصير. ليه يا عم الحاج؟ قال لك لان ما فيهاش شعر، تقدر ناخد النوايا بس ونعملها زي ما احنا عايزين. ومعانا عصير مانجا، ومعانا عسل اسود، ومعانا بيكنج باودر، ومعانا شويه بيض، كميه تقريبا 4 بيضات حلوين، مع فلفل حار، والبابريكا بتاعتنا اللطيفه الجميله. تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي بتفاصيلها. وانت بتشوفيني وبتتابعيني دلوقتي، من فضلك سمعيني، وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه كالمعتاد هنخفق البيض، 4 بيضات في المقادير. البيض في ايام الشتاء امن غير ايام الصيف، بتطلعيه من التلاجة قبل التشغيل تقريبا ب10 دقايق بالشكل ده كده. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. لو احنا بنعمل حلو بنحط فانيليا علشان زفارة البيض، انما لو بنعمل كيكة حادق، دايما نقول لك حادق وحلو، كيكة حادق لازم نحط ايه يا عم الشيف؟ فلفل اسود وشوية توابل مع بعض كده، واحدة واحدة. وخليك معانا يا شيف، واحدة واحدة. هنبدأ نحط شوية بابريكا على البيض، شوية فلفل اسود على البيض، قليل من الملح على البيض، شوية زعتر حلوين كده على البيض. حلو قوي. هنشيل الحاجات دي من هنا عشان ما نعملش زحمة، ونخفق البيض مع الحاجات دي كلها مع قليل من الزيت. حلو قوي. ونشوف قوام خفق البيض مع بعض، يعني تقريبا ربع كوب من الزيت او زبدة، اختياري، يا زيت يا زبدة. الزيت بيخليها طرية والزبدة بتخليها قاسية شوية بعد ما تبرد. هنخفق دول كده مع بعض. سريعا لما ناخد قوام البيض الزلالي المعروف اللي هتخش دلوقتي وتفتح القناة الأولى وتجيب الفضائية المصرية والتلفزيون تشوف، هتلاقي البيض لونه بالشكل ده. تاني علشان ما نفهمش ان الشيف بيعمل كيكه حلوه، بنعمل كيكه حاره يعني حادي. انا حطيت بابريكا وحطيت زعتر وحطيت ملح وحطيت فلفل على البيض عشان كده لونه متغير، ولكن ما فيهوش اي زفاره. حلو قوي، تمام، لغايه كده احنا فاهمين. هناخد بعضينا دلوقتي ونشوف المانجا حكايتها ايه. المانجا الشتوي غير المانجا الصيفي، المانجا الصيفي كتير في السوق، واحنا عندنا هنا ارضنا متميزه، مع ان المسميات يقول لك مانجا هندي، مانجا عويس والكلام ده كله، بس المانجا عندنا في مصر للامانه لفيت العالم كله ما لقيتش اطعم من المانجا المصريه. واللي بيروح يهادي حد يقول له هات لي مانجا معاك وانت جاي من مصر. حلو الكلام. هناخد المانجا الحلوه دي كده ونشوف ايه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو 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 اقطعها واخد اللحم اللي جواها كمان. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. مستوي
دايما الفكهاني يقول لي دي مانجا عصير يا عم الشيف. ليه يا عم الشيف؟ شفت قلب الصغير لا يتحمل. اهو 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 هو ده. لا بص مرزق دايما لما بيفتح المانجا من لما بتبقى عند الراجل بتاع الخضار. للامانه الكلام ده بنشوفه مع التفاحه والمانجا. ايه اللي بيحصل؟ كل واحد بيعدي على المانجا بيشوفها مستويه ولا مش مستويه. المانجا والافوكاتو والبتنجان. المانجا والافوكاتو والبتنجان والتفاح. الحاجات دي يا اخوانا بتتاثر لما بنمسكها عند الراجل الفكهاني وندوس عليها جامد ونمشي ونسيبها. شفتوا بقى انا بتكلم ازاي في التفاصيل دي؟ اه بنترك اثر. لذلك المانجا مكان ما بنين احنا بنلمس عليها ونمشي او ندوس عليها باصابع ايدينا كده بنسيب اثر. فالمانجا دي الحمد لله رب العالمين ما حدش مسكها بايده. هناخد المانجا هنا من قلبها كده. شفت بطلقها؟ اه دي على بقك على طول. شفت الحلاوه ديت اهو. للامانه انا مش دافع فيها فلوس دي والله العظيم، جاي لي هديه. صديق ليا جاب لي كرتونه نعمل منها عصير بقى نخزن منها رمضان. اه عصير المانجا في رمضان حلو. خدت المانجا انا منها كده، القشره مش عايزها زي الفل. كيكه حاره بالمانجا، بقيه المانجا هنا. بسم الله ناخد دي كده. خلي بالك ده ممكن يتعمل عصير. ناخد دول كده. هو ده اهو اهو اهو. ممكن ما عندكيش المعلقه النوازيت ديت بيسموها يعني نوازيت، يعني بنطلع منها الايس كريم او معلقه الايس كريم. تعملي بابا بطيخ، تعملي بيها كانتالوب، تستخدمي سكينه صغيره او معلقه اكل عادي يعني. ما تتقيديش بحاجه انا بستخدمها. خليكي سلسه كده في المطبخ وما توقفيش الدنيا، خلي بالك ده مهم جدا. حلو. جاي برضو هنا كده. كلنا عايزين نعرف المانجا دي هناكلها ازاي حادي. انا عاشق بقى للايه؟ للنوايا بتاعت المانجايه دي، بس الكلام ده طبعا ما ينفعش ايه؟ على الشاشه. وانا لو ما غرقتش ايدي بالمانجا كاني ما اكلتش مانجا. ويا سلام بقى لو عندك صوص شوكولاته. دايما انا احبها كده والشوكولاته كده تسيح في حمام مائي ونحط على المانجا. جربي اللي بقوله ده وتحط على المانجا دي اللي في ايدي دي شويه شوكولاته. خلي بالك من صوابعك الخمسه. ناخد واحده كمان، ناخد واحده كمان زي دي كده، دي صغيره اهي. الله ايه الحلاوه دي. معايا عصير مانجا كده. انا فرغت المانجا اللي انا عايزها. الله المخرج بيقول لي يا عم سيبك لا مانجا ولا كيكه، هات لنا شويه المانجا دول كده وبالف انا وشفا. اه انا لو انا مش على الهوا دلوقتي خلاص بضعف انا قدامها. وساعات انا بحط شويه بابريكا كده على المانجا اللي هي الفلفله الحلوه وناكلها بالشكل ده كده. على فكره ممكن تتعمل مخلل كمان يعني تبقى سبايسي ولطيفه. هنشيل كل ده على جنب مش عايزه دلوقتي. خلينا بعد ما نخلص الهوا نشوف هنعمل ايه. واصبح معايا شويه مانجا حلوين. حلوه لغايه كده فاهمين. هناخد هنا عصير المانجا بتاعنا زي الفل. عسل اسود احنا هنا بنبني الهرم الغذائي. عسل اسود يعني حديد، يعني قيمة غذائية عالية جدا. اه شوية بيكنج باودر على الدقيق بتاعنا يتقلبوا لوحديهم ونقلبهم كده. ونخلط الدقيق مع المقادير اللطيفة دي. بيكنج باودر مع البيض مادة رافعة، ده العضلات بتاعتها. بنقلب الخليط ده مع بعضه كله. خلي بالك لو احتاجت لشويه دقيق عادي بنستخدم شويه دقيق. مش هقلب بالمضرب ده الطبيعي. نجيب سباتيولا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك قالب بقى. شفت القوام ده اهو.
حلو اهو، ده مش لازم مضرب، خلي بالك اهو. دي هتحتاج مني كمان للامانه وللمصداقيه شويه دقيق، ده الطبيعي. معانا دي بنحط شويه دقيق مع عصره ليمون، حلو، ونقلب كده. عصره ليمون فين معايا؟ الله، شويه قرفه ناعمه معايا. نعم يا غالي، انت مش معايا من الاول بقى، بيقول لي فين السكر؟ انا مش بعمل كيكه يا مخرجنا، انا بعمل كيكه حادق، حلو حادق مش حلو يعني. اه نقلب كده، الله، اهو شفت القوام ده كده، هو ده زي الفل لغايه دلوقتي. فاهمين الدنيا ماشيه معانا ازاي؟ قليل من الشبت، اوبا، دخلنا بقى في الحاجات اللي هي ايه، ممكن نستغربها شويه. هنجيب بلانشه ونوسع لنفسنا كده ونروق الدنيا، وناخد قرن فلفل حار سبايسي. شفت بقى الجو هنا؟ اللي ياخدش عينيا، نعم، اه لا بس هما دول كده اهو. هناخد الفلفل الحار ده كده، هما دول اللي معايا. خلي بالك مهم جدا بقى هنا الفلفل الحار ده، نشيل الجزر منه بالشكل ده كده. حاجه جديده فكرت تعمليها لاولادك، وجربيني كده في القصه ديت، قولي الشيف المغازي بيخترع ولا لا. تروحي بقى مصطلحات مطبخ، الجو اللي احنا عارفينه ده كده مش هتلاقيه غير هنا وبس. اه سبايسي قوي كمان على فكره، يعني اللي ياكل منها بيكون يحب السبايسي. طب هي لازم تكون سبايسي يا شيف مغازي؟ مش لازم، بس هي عشان تبقى حلوه وتتقبليها لازم تكون سبايسي. حتى المانجا اخواننا في الهند خللوها، وهم صاحب الاختراع او هم يعني هم اصحاب الفكره، بتتعمل سبايسي. نشيل البذر ده من هنا كده، وناخد الفلفل الحار ده كده بالسكينه ونفرمه كده ناعم. اه لا ما ينضربش في الخلاط، انا عايز تفاصيله تبان جوه الكيكه. مع قليل من الشبت، برضو الشبت عشان ما تحسيش بطعم البيض في قلب الكيكة الحلوة دي أو الكيكة الحادقة يعني. ده سبايسي أوي. نعم ما ينفعش، يقول نحط شطة ناعمة، الشطة الناعمة دي تحطها على رغيف حواوشي. هناخد الفلفل الحار ده كده ينزل هنا، الله، ونقلب الخليط ده كده يا عم الشيف مع اخر حاجه ممكن ننزل بيها المانجا. قال لك حبك مانجا وفراوله ولا مانجا وتفاح؟ حبك مانجا وتفاح. اه نقلب دول كلهم مع بعض، حتى المانجا دخلوها في الحب. اه هي تستاهل بصراحه، شفتوا الخليط ده كده؟ اه الله، ايه الحلاوه دي؟ ولازم المانجا سليمه، يعني لا ياكل قطعه منها، حاجه كده زي قالب التوست هتبقى لطيفه وجميله. نجيب القالب الحلو ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، عينيا، حاضر، انا هريحك منها خالص اهو. نشيل كل ده من هنا، مخرجنا بيحب الصوره الحلوه. شفت انا بسمع الكلام ازاي شاطر؟ ونعمل ايه يا عم الشيف؟ كل ده نشيل ده من هنا كمان، ونقلب الخليط ده في قلب القالب ده كده. أمينا على الفرن بتاعك، درجة حرارة الفرن هنا 180، الله أكبر، والدنيا زي الفل. ونأكد على مستوى الفرن، نشيل دي من هنا خالص، حلو؟ آه، ونشيل برضو كمان الصينية بتاعة الفرن، أنا عايز درجة حرارة عالية أهو، عينيا أهو، والفرن جاهز عندي محتفظ بدرجة الحرارة بتاعته. هنزل بالمقادير دي كلها أهو. قبل ما ادخلها في الفرن هشرح انا عملت ايه، وده اهداء مني بمناسبه راس السنه وقدوم راس السنه. يا رب تكون سنه سعيده علينا وعلى كل اللي بيتابعونا. اه وننسى الماضي ونخلينا في الحاضر وفي المستقبل. شايفين الكيكه الحلوه دي كده؟ كيكه حاره، حتى لونها كمان بيدل على ان هي حاره. مقاديرها شفناها على الشاشه، تفاصيلها مع بعض بسيطه وسهله.
تقدر كل ست بيت تعملها. درجة حرارة الفرن عندي 180، هندخلها الفرن بالشكل ده كده، والمية تكدب الغطاس. ادوني وقت تقريبا من 30 ل 25 دقيقة، هنشوف كيكة حارة لطيفة وجميلة. خلونا نطلع فاصل لأن معايا سمكة الدينيس النهاردة، ودي سمكة عزيزة عايزين نعملها النهاردة بالزبدة والليمون مع بطاطس. هتاكل البطاطس وتسيب الدينيس، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ومخرجنا بيسألني وبيقول لي في الإربيز، أقول قال لي بعد ده كله بيقول لي دي الكيكة دي حلوة ولا حادي؟ فقلت له حادي. قال لي طب ما هو العسل حلو. العسل الأسود يا إخوانا يا حبايبي، زمان والزمن الجميل كنت اجي من المدرسه الاقي راجل طيب شايل البلاص اللي هو الفخاره دي جميله وفيها العسل، وبيبيع بالايه بالوقه يعني وبالعيار، ما كانش في مش هشيل ميزان بقى، يقول لك دول ب 2 جنيه دول ب 3 جنيه ب 5 ساغ بربع جنيه وهكذا. فالعسل الاسود احنا اتربينا عليه مع الفطير المشلتت، الاثنين ولاد عم متلازمين مشتركين في الاب والام. فطير مشلتت يعني عسل اسود يعني طحينه، والطحينه دي يعني اذا وجدت ام لا توجد، وجبنه قريش بتاعتنا اللي هي الجميله او الجبنه القديمه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل سمكه الدينيس بالزبده والليمون مع بطاطس. المقادير على الشاشه. دينيس اكل الناس الطيبين، سمكه بيضة لحمها ابيض، تتعمل يا اما مقلي يا اما زبده وليمون او زيت وليمون. انا هعملها النهارده بطريقه جديده. معانا زبده، معانا التوم، قليل من الشبت، قليل من القرفس، ملح وفلفل، بهاراتنا زعتر وشوية بابريكا، خالية من الكمون والكزبرة. السمكة دي بريئة من الكمون والكزبرة. تاني، السمكة دي بريئة من الكمون والكزبرة، لا هتاخد لا كمون ولا كزبرة. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. هناخد سمكة الدينيس الحلوة دي كده الطازة دي، ونيجي هنا نفتح الفتحة دي كده بالشكل ده كده، نفس القصة هنا كده، ونعمل تتبيلة مع بعض حلوة. شيل دي من هنا. التتبيلة دي عبارة عن ايه يا عم الشيف؟ شوية بهارات من التوم، سوري من التوم الأول كده، شوية فلفل، قليل من الشبت، عصرة ليمونة، كل دول مع بعضيهم، والبهارات بتاعتنا اللي قلت عليها، زعتر، بابريكا، وخلص الكلام، وشوية فلفل أسود للأمانة بس خلاص. ونقلب الخليط ده يا عم الشيف، وناخد الخلطة دي نملز بيها على السمكة. ولكن معايا طاسة شديدة الحرارة على النار، ومعايا في المقادير شوية بطاطس مقطعهم شرايح رؤياه، طريقة تقطيع الشيبسي اهو. شفت الخلطة الحلوة دي كده اهو. ناخد السمكة اللطيفة اللي معانا دي كده ونغذيها ما بين قطعية السكينة كده بإيديا وبطنها، بإيديا مكان تقطيع السكينة وبطنها، تاني بطنها ومكان تقطيعة السكينة بالشكل ده كده، وألمس عليها وأحتفظ بالخلطة دي، عايزها الباقي منها عايزه أنا أهو كده كده كده. حلو أوي لغاية دلوقتي زي الفل يا عم الشيف. هنعمل إيه؟ معانا قليل من النشا. أوه نشا وزبدة وليمون. أه خليك معايا للآخر، الله يرضى عليك. يعني أنا لو حطيت سمكة الدينيس كده زي ما هي كده في الصينية علشان أحمرها، هفقد المادة الدهنية اللي موجودة ما بين الجلد وما بين اللحم، ده الطبيعي، وأنا عايز أحافظ على الكريسبي بتاعها، ويهمني الجلدة بتاعتها زي السلمون بالظبط. أوميجا 3 والدهون بتاعة السلمون والسمك الجميل الحلو محصورة ما بين الجلدة والفيليه أو اللحم بتاعها. هاخد الدينيسة الحلوة دي كده برضو أغرقها نشا، وعندي الطاسة على النار شديدة الحرارة. شفت الجو ده كده؟ الله زي ما هي كده أهو، نفس القصة أهو، على عينك يا تاجر أهو كده كده زي الفل. ده يحمي لي السمكية مش هتتجرح،
هنحافظ على شخصيتها وشكلها. نفس القصة اهو اهو. نروح بعضينا على فين بقى؟ يلا بينا يلا بينا. ادي الزبدة، الله اكبر، وادي زيت الزيتون، وادي طاسة شديدة الحرارة بالشكل ده كده، قليل من الزبدة. ناخد السمك بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما هو كده. يلا بينا. الله الله يرضى عليك يا ولدي، زي ما هي كده. حلو، واحدة واحدة معانا. حط القرن الفلفل ده كده، العود الروزماري ده كده، ده كله ده فليفر علشان مكان الطاسة دي هشتغل. حلو، وانا شغال هعمل ايه دلوقتي؟ معايا بطاطس، باخد البطاطس الحلوة دي كده بتقطعها شرايح، بنزل بقى هنا كده. لا مش في اللي دماغك ده يا ست الكل، مش هو ده. انا عارف هتقولي ايه دلوقتي، تقولي الشيف المغازة هيرص البطاطس على السمك، دي مدرسة خاطئة خالص. هناخد البطاطس دي كده نقلبها كده زي ما انا شغال كده، مكان تتبيله السمك كده، واخدها زي ما هي كده، واشوف السمك اخباره ايه. بص بقى وانا برفع السمكه، بص على الحلاوه بالله عليك، هو ده تاني اهو، هو ده اهو، شفت القوام ده؟ هو ده اهو، اتجرحت السمكه ادتني قوام حلو اهو. هعمل ايه دلوقتي؟ مكان السمك الدنيس هشيلها بشياكه. الله، احنا بندرس المطبخ هنا، مش بنعمل حاجه وخلاص، احنا لازم نفهم احنا بنشتغل ازاي وبنعمل ايه علشان يبقى في الاخر ايه. هناخدها زي ما هي كده اهي، شفت السمكه طالعه في ايدي ازاي يا شفيق؟ بص بالله عليك اهي 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 اهو، تاني تاني اهو اهو اهو، بص اهي اهو اهو اهو. لا مش تقطع يا باشا، اهي 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 يا غالي، بص اهي كمان دي اهي اهي دي اهو. هناخد البطاطس الحلوه دي كده برصها هنا، شفت الشقاوه بتاعت المطبخ؟ هو ده بقى زي ما احنا شغالين كده كده، مكان السمك. وتقولي ايه العب يا سمك؟ زي ما انا شغال كده لسه ما خلصتش انا، اصبر عليا دي زي ما انا شغال كده. بطاطس هنا، وننزل بشويه الصوص دول كده، هو ده لسه ما خلصتش انا. ناخد الدينيس بتاعنا بنرصه هنا، الله ربنا يكرمك يا ولدي. وفي طاسه جانبيه فيها قليل من الزبده بالشكل ده كده، على الزبده دي شويه ميه صغيرين. ركزي معايا عشان هنا بقى اللعب، هنا الخبرة. كريمة لباني، يا ويلي، شوية زعتر على الكريمة، ونقلب دول مع بعض مع شوية بهارات حلوين. خلاص حالا دلوقتي هطلع، عايزين نطلع فاصل الشباب. شوية بابريكا حلوين، شوية فلفل اسود حلوين، شوية ملح حلوين، بنقلب كل دول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الجو ده كده؟ زي ما انا شغال كده. ايوه هو ده، عليك الله عليك وعلى والديك. شويه شبت، شويه كرفس، كل دول عليها، عصره ليمون، كل دول عليهم. يلا بينا يلا بينا. بص على الحلاوة دي، بص على الجمال ده كده، هو ده. درجة حرارة الفرن عندي 180، الله عليك. أنا هسيبها لمخرجنا يدلعها كده ويغازلها، وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف عملنا إيه في الكيكة بتاعتنا الحارة بالمانجا، وعملنا سمكة الدنيس اللطيفة الحلوة عدلها رز مصري
ابيض لطيف وجميل. خلونا بعد الفاصل نشوف المفاجآت، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. جينا لحضراتكم بعد الفاصل. لكل طبق ولكل اكله لها التركية بتاعتها. انا رصيتي الدنيس العظيم الحلو على البطاطس الشرايح الرفيعه، طريقه تقطيع الشيبسي. طبعا حطينا الكريمه اللباني بعد ما تبلناها مع عصره ليمون. طبعا رشه زبده على وش السمكيه مع رشه فلفل اسود جريئه كده. ويلا بينا مع بعض بعد غلوه على النار. بس انت ما تبقيش زي انت اللي معاكي لا مخرج ولا معاكي وقت، انت مطبخك وانت الملكه بتاعته. السمكه دي اول ما ترصها في الصينيه بتدخليها الفرن على طول تستوي بعديها. بيفرق ان السمك كله مع بعض يستوي في الفرن غير لما بسويها على عين البوتاجاز. خلينا نتكلم الصح، هناخدها زي ما هي كده بعد غلوه علشان طبعا في الاخر هي تستوي. هندخلها الفرن مع بعض اهي، اللهم صل على النبي، في درجه حراره 180 اهي. ابص عليها اهو. انا حاططها فوق علشان نكسب وقت. حلو اهي، حلو اهي. مخرجنا عايز يشوف الحاجه الحلوه اهي. سمكه الدنيس في الفرن بتفاصيل. هنقفل الفرن بتاعنا ونسيبها شويه. طيب احنا معانا كيكه في الفرن، تتعودتوا مش انا عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما اخلص الحلقه عشان نتكلم عن المصداقيه والشفافيه اللي احنا معتادين نشوفها من الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في شغله. الكيكه اللي انا حطيتها في الفرن دي الطايم بتاعها من 30 ل 35 دقيقه. انا هطلعها من الفرن دلوقتي نشوفها مع بعض، هنشوفها نقدر ان احنا استوت ولا ما استوتش، هنشوف الكلام ده. وسمكه الدنيس في الفرن، ولكن مطلوب مني ان انا انهي الحلقه، فده الطبيعي ان انا اسمع الكلام. تعالوا مع بعض نطلع الشغل. هو ده، ادي الكيكه بتاعتي، جمالها ودلعها. مخرجنا يبص عليها، هتقولي لي استوت ولا لسه؟ الله اعلم. معايا سمك الدنيس هنطلعه مع بعض بالشكل ده كده. الزبده راحت وساحت، اعتقد ان الدنيس جاهز بألف هنا وشفا. السفره الحلوه دي عدلها يا عم الشيف، شويه رز ابيض او مكرونه سباكيتي حسب الرغبه. ايه رايك في سمكه الدنيس؟ هحطها لك كده عينيا الاثنين. تقدم اهو وده. حلقتنا النهارده تفاصيلها بسيطه وسهله، تقدري تعمليها في البيت، ولكن الجديد معانا كيكه بالمانجا حاره، تفاصيلها في قلب القالب. سمكه الدنيس العزيزه مع بطاطس شرايح بالتاكيد هتعجب ولادك، يعني رؤيه فن ابداع. بتشوفوا كل مع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.